هل يجوز قول مثلا انت الذي ساعدتني في كذا بعد الله؟ ماذا لا دون الله ثم انت، هذا من الله ثم منك، انت ساعدتني بعد الله في كذا وكذا، لا باس. تزوجت امراه انا وبعد الذي ما يجوز يقول لولا الله وانت، وهذا من الله منك، ما شاء الله هو انت، هذا ما يجوز، الواو هذا ما يجوز. اما اذا قال لولا الله ثم انت، ما شاء الله ثم شاء اقول ان انا ساعدني بشيء، او انت ساعدتني بعد الله في كذا وكذا، او ساعدتني بعد الله كذا وكذا،